السلام عليكم اسعد الله اوقاتكم بكل خير سعيد بالتواصل معكم ايها الاحبه الاكارم اليوم سنتناول موضوعا من الاهميه بمكان كبير من المفيد الاشاره الى ان المدارس الانجلوساكسونيه تتحدث عنه وتمارسه منذ عده سنوات بيد أنه للأسف الشديد لم يجد بعد طريقه إلى المدارس الفرنكوفونية بما فيها بلدنا المغرب. يرتبط الأمر بتدريس مادة مستقلة للتلاميذ والطلبة في المؤسسات التعليمية، إلى جانب مادة التاريخ والرياضيات والعلوم، إنها مادة السعادة. بناءً عليه، نتحدث اليوم في العديد من الدول عن لكلاس دو بونور لا بوزيتيف دو هابينيس كلاس روم تابعونا إذا من أجل التعرف على هذه الدول التي تعيش في سعادة عارمة والتي تربي أطفالها منذ نعومة أظافرهم على مواجهة ومجابهة مشاكل الحياة بطاقة إيجابية وتفاؤل ومساندة الآخرين والوقوف بجانب المحتاجين وأشياء أخرى سنتعرف عليها. في ألمانيا يقضي التلاميذ قرابة ساعة أسبوعيا في دراسة مادة السعادة التي تهدف إلى تحقيق الرضا واكتساب المهارات الحياتية سكيلز من خلال التعبير عن مشاعرهم والشعور بالأمان والمسؤولية البيئية وتنمية الشخصية وتدريب التلاميذ على تسطير الأهداف، ثم إيجاد الطرق الناجعة والفعالة لتحقيقها، وتعلم كيفية التعامل مع الفشل والخسارة. إن مهمة المدرس الألماني ليس هو تصيد أخطاء التلاميذ، بل البحث عن الكنوز الكامنة فيهم. هذه المادة مادة السعادة تساعد على تقوية الشخصية لدى التلميذ. في هذه المادة يحاول الأستاذ والتلاميذ الإجابة على أربعة أسئلة. من أنا؟ وماذا أحتاج؟ وماذا أستطيع؟ وماذا أريد؟ من المهم أن يتعلم الطفل في المدرسة الألمانية كيفية التعامل مع الفشل بإعتباره فرصة للتصحيح. تساعده على مواجهة التحديات بشكل أفضل في المستقبل. يشعر تلميذ المدرسة الابتدائية بالسعادة عندما يهمس في أذنه زملاءه كلمات الإطراء والمديح والثناء، كما يلمس الشعور السيء الذي ينجم عن التنمر والإساءة وإهانة الآخر. وهذا الشعور يفضي إلى تعزيز الثقة بالنفس. ويصبح المتعلم الالماني اكثر تفهما واكثر تفتحا يتحلى بمزيد من الشجاعة والجرأة والبسالة. من خلال هذا الدرس يتعلم الطفل الالماني المسؤولية المشتركة تجاه الأمة الالمانية ويتعزز رصيده بعدة الكفايات الاجتماعية والثقة. من بين التمارين التي يتلقاها التلميذ الالماني تدريب يعرف ب لا دوش شود هذا الدوش الساخن او تدريب الدوش الساخن يجلس التلميذ وقد ادار ظهره لاصدقائه من اجل اعطائهم الفرصه للحديث بكل عفويه عن الاشياء الايجابيه التي يشعر بها الاطفال حيال صديقهم انها تجربه مفيده للغايه تفضي الى امتصاص التوترات والقلق والغضب وتعزز العلاقات الايجابيه وتقوم بتجدير الانسجام بين المتعلمين في استراليا ايضا يتعلم الاطفال بشكل جيد حينما تجتاحهم مشاعر السعاده والانشراح والفرح ان البيداغوجيا الايجابيه ترمي الى تقديم المساعده للمتعلمين وتهيئهم لمواجهه التحديات والصعوبات والمشاكل التي تعترض سبيلهم وبناء عليه تولي هذه البيداغوجيا الايجابيه اهميه بالغه للعلاقات الانسانيه المتميزه يطلب عاده الاساتذه من المتعلمين ان يحكوا لهم الوقائع التي تعرضوا لها سواء كانت أحداثا إيجابية أو سلبية وكيف تصرفوا تجاهها وما هي الاستراتيجية المعتمدة التي اعتمدوها لتدبير هذا الحدث أو ذاك بهذه الطريقة أو تلك إن تدريسهم مادة السعادة ترمي بالأساس إلى تزويدهم بالقيم الإيجابية التي تجعل منهم مواطنين مسؤولين ومتميزين وتجعلهم أيضا منتجين وسعداء في هذا النطاق يبدأون حصتهم بتدريبات اليوغا وتدريبات التأمل وبعد ذلك يحرص أستاذ المادة أو أستاذة المادة على زرع قيم التقاسم والتعاون والتضامن والتآزر والتعاطف واحترام الآخر وتدبير الاختلاف واحترام الطبيعة في نفوسهم من خلال تمارين تطبيقية ووضعيات حياتية شبه حقيقية أقرت الحكومة الهندية مادة السعادة سنة 2018 حيث يركز هذا المنهج على التأمل والتدريبات الذهنية والأنشطة مثل رواية القصص والفن بالإضافة إلى الحديث عن البطولة ليتعلم الطلاب أن يكون أفراداً صالحين ومتميزين. قال وزير التربيه بدلهي مانيش سيسوديا خلال حضور فعاليات تدشين منهج السعاده: لقد قدمنا الى العالم افضل المواهب، لقد قدمنا الى عالم الصناعه افضل المهنيين المحترفين، وقد نجحنا حتى هذه اللحظه، لكن هل استطعنا تقديم افضل البشر الى المجتمع والامه؟ إن النظام التعليمي في الهند يتسم بالصرامة والتلقين والحفظ والاعتماد على الكتب الدراسية وعلى المقرر الدراسي. وهذا النظام تعرض لوابل من النقد والمؤاخذات لأنه يتسبب في مزيد من التوتر وزيادة مستويات القلق والإحباط. وهذا النمط من التعليم أفضى إلى زيادة منسوب الإنتحار في صفوف التلاميذ والطلبة وتأسيسا عليه تم إقرار مادة السعادة بالفصول الدراسية. في هذه الساعة يتعلم التلاميذ القصص والأنشطة التحفيزية إلى جانب ممارسة اليوغا وتدريبات التأمل. على سبيل المثال الحصر هذا معلم للرياضيات يروي أمام تلامذة الصف الرابع ابتدائي ما حققه عالم الفيزياء ستيفن هوكينغ رغم مرضه الذي اصاب اعصابه وهناك ايضا من الاساتذه الذين يدرسون ذات الماده ماده السعاده يطلبون من التلاميذ اغلاق اعينهم وتخيل قيامهم بامر يجعلهم يشعرون بالسعاده والفرح في عام 2016 و 2018 أعلنت الدنمارك كأسعد دولة في العالم وفي سنة 2020 احتلت المرتبة الثانية بعد فنلندا لأسباب واعتبارات متباينة وعده أهمها نجاعة نظامها التربوي حيث لا يركز هذا النظام على اجتياز الامتحان والحصول على أجود العلامات وأعلاها وانما تسعى المؤسسات التربويه الدنماركيه الى تعزيز المهارات وتشجيع البحث والاستيعاب ويهتم الاساتذه بتطوير المدارك الفكريه للتلاميذ من خلال التركيز على القراءه والكتابه والابداع والفن والرسم وتعلم معنى التسامح والاستعداد للمشاركه في الحياه المجتمعيه ويعزز هذا النظام التعليمي التفكير النقدي واتخاذ المبادره ويرمي ايضا الى تطوير واكتشاف المواهب والطاقات التي قد تكون رياضيه او فنيه او فكريه او حرفيه ويشجعهم على المساعده المتبادله ويشجعهم ايضا على اختيار الوظيفه التي تجعلهم اكثر سعاده وحبا لخدمه بلدهم في المجال الذي يحبونه. الدنمارك كدولة توفر الشروط الموضوعية وتشجع الطالب لأن يكون ناجحا. وفقا لتقرير السعادة العالمي الصادر عن الأمم المتحدة تعد الدنمارك من أسعد البلدان في العالم إذ احتلت ولمدة سبع سنوات متتالية مكانها من بين 155 دولة وذلك منذ سنة 2012 لقد تم إقرار مادة التعاطف كموضوع إلزامي في المدارس الدنماركية منذ 1993 وهذه المادة ساهمت في رفع مستوى السعادة في هذا البلد يساعد التعاطف l'empathy في بناء العلاقات المتميزة بين الأفراد ويدفعهم لتحقيق النجاح وتيسير سبل تحقيقه على ارض الواقع في هذه الساعه الاسبوعيه يقوم التلاميذ تحت اشراف استاذهم وتاطيره بمناقشه مشكلاتهم الخاصه ويتم التداول في المشكله من اجل المساهمه الجماعيه في ايجاد الحل او الحلول المناسبه كما يقضون الوقت في الاسترخاء والراحه وخلق جو مشترك من الدفء والصداقه والاكثر من ذلك يتم تنفيذ جزء من المهام الدراسيه عن طريق التعاون الجماعي كما ان الدنمارك تخصص فضاءات واسعه للعب الدنمارك من اسعد الدول في العالم والسبب يعود إلى أن التلاميذ يتعلمون هذه المهارة، مهارة السعادة في المؤسسات التربوية. الأساتذة والتلاميذ يشتغلون بشكل جماعي وبذهنية الفريق من أجل إيجاد الحلول الناجعة لكل المشاكل المطروحة والتي يكتوي بلهيبها المتعلم الدنماركي. في المدارس الدنماركية يتم إدماج التلاميذ المتميزين والنجباء مع التلاميذ الذين يعانون من صعوبات تعلمية حيث يضطلع التلميذ النجيب بمهمة تقديم يد المساعدة للمتعلم المتعطر من أجل الشعور بالرضا والرغبة في الاستزادة المعرفية إن الهدف من هذا النظام التربوي هو في المنتهى تعزيز التعاون والتضامن والدعم والعمل الجماعي والاحترام المتبادل. تعد فنلندا من اسعد الدول في العالم، وتوجد في طليعه الدول التي تتوفر على نظام تربوي ناجع وملهم على الصعيد العالمي. والسبب هو التركيز على متعه التعلم والفرح والسعاده. والتعلم مدى الحياة والكفاءة العالية التي تتسم بها أطره التربوية مزيد من الرقم في المؤسسات والشعور بالرضا الوظيفي والثقة وغيرها من العوامل الأساسية إذا كان السبب في هذا التفوق والشعور بالسعادة والرضا هو تدريس مادة السعادة أو مادة التعاطف لومباتي للتلاميذ والطلبة في كل من الدنمارك وفنلندا والهند والمانيا واستراليا متى سيتم التفكير في اقرار هذه الماده الدراسيه في فصولنا الدراسيه ومتى سننخرط بجديه في ديناميه رسم ملامح مدرسه الغد تصبحون على خير الى اللقاء